نايفو شبي مني؟ ما كفاه اللي سواه فيني زمان؟ شش، كسر صوتك. ايش صاير؟ سوى مشكلة مع فارس وتضارب معه. تمام، أنا رح أتصرف معه إذا شفته. شيء ثاني؟ إيه، ما بي أشوفه في أي مكان أنا موجودة فيه، وخليه يبعد عن طريقي أنا وفارس. ولا بيصير شيء ثاني؟ أنا ما وافقت على رجعته إلا عشانك وعشان مرضك. الله أكبر، قاعدة تساوميني بمرض الحين؟ لا، بس أنا ما أضمن لك وش ممكن أسوي إذا تعرض لي مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعيني بنت الناس، صار لي ساعة فهمك، بتلاقي لي حل والحين بعد. لا إله إلا الله، وش المطلوب مني الحين؟ مثل ما بنتك لمية حطتني في هذه المصيبة، هي اللي بتطلعني منها. بتروحين أنت وبنتك لسلمة وتفهمون هالموضوع. لا معليش، أنت ما تشوف أن الموضوع أصلاً تافه وسلمة مكبرة السالفة على شيء ما يسوى؟ والله الشيء اللي ما يسوى على قولتك، حياتي كانت راح تخرب بسبته. هي أنت، تراك واقف على باب بيتي، أخلص علي، مشكلتك حلها أنت وسلمة، بنتي ما لها دخل فيكم. بنتك هي السبب بهذا كله، وأنا ما راح أسكت. مرحبا. هلا والله. حياك الله. حصل خير أم لمية، نتكلم بعدين. حياك الله أستاذ فارس. خير؟ شو اللي صاير؟ وش فيه ده؟ لا أبد، سلامتك، ما في شيء. كيف ما في شيء؟ وأنا سمعتك تقولين بنتي ما لها دخل فيكم. ما عليك، مشكلة تافهة. كيف تافهة؟ والرجال طالع زعلان ومعصب ومكشر، وش فيه؟ ما عليك منه، نفسية، مشكلة بين لمية وسلمى وخلاص انحلت الحمد لله. ما شاء الله، لمية صايرة محور الكون، أني حتى أنا جاي عشانها. رشا تقول لي أنها جاية تبي تدرسها، وقالت لها ما يحتاج، أنا ما عاد بروح المدرسة، فقلت بجي بنفسي وأكلمها. الله يحييك، تفضل.